لو انا عندي ايه اذا وافق اذا كان نفي بي ده قانون منطقي تمام كده. عايز قيمه الصدق للتقرير نفي التحقيق ايه ونفي بي اذا وافق اذا كان نفي ايه وبي تمام كده. انا عندي ايه انا اللي بديه في المساله المعطى اللي عندي ايه اذا وافق اذا كان نفي بي قانون. يعني ايه كلمه قانون؟ قيمتها بكام؟ واحد. واحد. امتى يكون اداه الشرط المتوجه اللي عندي تكون بواحد؟ اذا كانوا المادتين ايه عندي احتمالين. الاحتمال الاولاني هو ايه؟ ان ايه واحد ونفي بي بيساوي واحد. يعني التقريرين ده واحد وده واحد او الاثنين بايه؟ بصفار. اول حاجه اما يكون الايه بواحد ونفي البي بواحد يبقى البي بكام؟ صفر. يعني هروح المطلوب الايه واحد نفي البي واحد نفي الايه نفي البي نفي البي بواحد فالبي بكام؟ صفر. يبقى انت عارف واحد بواحد واحد نفي صفر صفر وصفر صفر الاثنين مش هيبقوا متشابهين يبقى المتقابل يساوي كام؟ واحد. الجزء الثاني الجزء ايه؟ الثاني تعال البي بكام؟ طب نفي البي بصفر البي بواحد تعال نكتب مطلوب نفي البي بكام؟ بصفر نفي البي بواحد نفي البي بصفر صفر اذا وافق اذا كان نفي الايه؟ واحد و واحد صفر وصفر صفر وصفر نفيها واحد واحد قمة التقييم ممكن تسوي كام؟ واحد عشان اثنين متشابهين او زي بعض واذا كان اذا وافق اذا كنت انا كلام صادق ان النتيجه اثنين تمام كده؟ فهمنا الجزئيه ديت. نشوف كمان مثال قبل ما نشوف القوانين اللي عندنا تمام؟ شباب اذا علم ان قيمه الصدق في التقرير المركب ايه؟ او ب تساوي صفر او بقيمه التقرير المركب او قيمه الصفر للتقرير المركب ايه او نفي ال ب تمام كده. مين هيقوم معانا؟ قوم يا عم بس الراجل ده لسه جاي لكم محاضره مكسوف خليك عندك بس ده علامه ديت او ديت لا كم حاله صفر ثلاثه الاثنين صادقين واحد صادق كاذب او صادق او كاذب وصادق ليهم كم حاله كاذب؟ واحده. ايه هي؟ الاثنين صفرين. ايه او بي تقييم بكام؟ بصفر. يبقى دي بكام؟ صفر وصفر. والبي بكام؟ صفر. تعال انت مطلوب مني ايه؟ عايز اجيب مين؟ ايه؟ او نفي مين؟ تكافئ مين؟ الايه بكام؟ صفر. او نفي مين بواحد تبقى بواحد. بص يا احمد السجين احنا لا بنحرج حد ولا بنضحك حد. امي واخده وانا بجاوب واساعدك وكل حاجه الدنيا بسيطه وسهله. ماشي؟ مش قادر. تمام كده؟ في بعض القوانين هنثبتها وبعض القوانين هنعرف القانون بس الاثبات مش عليك. تمام كده؟ مش عارف الصفه لسه فنحطها. وبي وسي. أول قانون عندي إيه أو إيه و ايه تكافئ طب ايه اذا وافق اذا كان ايه و ايه يعني ايه التقارير المركب اللي عندك قيمتها تكون كلها كام؟ واحد. وهنا نفس الحكايه ده اسمه قانون ده بيسموه قانون اللانهارت اشتغل احسن فيه. القانون الثاني اللي عندي هو قانون قانون ايه؟ قانون
تمام يكون عندي اللا نمو اللا نمو بقى وده ماشي انجليزي وخلاص خش الكومنت بعده الكومنتيف او الكومنتيف لو او الكومنت ده اللي عندي A او B مش احنا قلنا ايه قانون اللا نمو يبقى مي B او A و A و B يبقى مين B و A القانون الثالث هو assistive law أو قانون الدمج أو التجميع A و B و C B و C هي نفسها لما أعمل A و B وبعد كده اعمل مين السي هنا معنى اقول لك ايه انت الاي والتقرير ده بي وسي هي نفسها لما تاخد الاي والبي مع بعض وبعدين تكتب ايه مع السي طب ده كان بالنسبه لمين و طب او يبقى اي او بي او سي يبقى هي مين اي او بي او سي قانون التوزيع هوزع مين؟ هوزع او على مين؟ على و يبقى A و B او C يبقى عبارة عن مين؟ مين اللي هتوزع؟ A و يبقى A و B او A و C نفس الطريق A او B و C ده نفس الحكاية في القانون مين دوبرجان أو قوانين القوانين عندي بتاعت مين بتاعت التقاطع والاتحاد يبقى عبارة عن مين A أو B و A أو C عايزين نبقى دول كم قانون أبقى عايز إيه A او بس بص اللي بيقول داخل عندي ده انا بعضها يبقى A او B تقابلني و تقابلني مين و اخد مين بعد كده مين A او C دول اربع قوانين الموضوع اختيار اهو اثبت اهم قانون بس شوفوا اصعب حاجه بالنسبه لكم ممكن اثبتها اربعه داخل واحد تاني بقى عشان ده سهل انا اعمل جدول في مين ايه او ايه فنفس الحاجه يعني هيبقى جدول في حاجه نفسها ده بالظبط ده هنا عمل كده ايه وايه او ايه مش اي حاجه كده 1 0 وادي كمان ايه اهيت 1 0 مش حاجه 1 1 او 1 او 1 1 1 طلع قانون مش قانون لسه بقى ده لسه وبعد كده اعمل مين اعمل ده اعمل اللي عند كل المطلوب ده كله سميه ليكن A أو A مظي فتح ساكن ماشي إيه لازم شوفوا دلوقتي خالص ماشي إيه لازم هنا في القانون مين؟ قانون مين؟ القانون الأخير لو عايزين لكم أثبت لكم الأربعة فهثبت مين؟ الأربعة تعال أنا عندي A و B و C ادي A ادي B ادي C دول كم تقرير؟ أعمل كم صف؟ 8 قلنا إزاي؟ 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 واحد واحد لو عملت غلط يطلع الجدول كله غلط تعال انت عايز تعمل مين هنا بي او سي بعد كده الطلب ده سليم وليكن واحد اثنين اي حاجه واحد ماشي بعد كده عايز مين عايز مين
هنا بقى ايه بي او سي بي او واحد صفر واحد صفر واحد 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 صفر اللي ما كانش احمد او ديت واد دي ايه او لو واحد صح بس بكمله صح ليه انا ما ينفعش اعمل حاجتين في نفس الحاجه حاجه واحده تكفي تمام كده بعد كده مين واحد واحد عباره عن مين ده وده بينهم مين واد واد لازم يكون الاثنين صح لازم يكون الاثنين صح اول واحد اول واحد بص 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 احنا كده دول كام صفر؟ أربعة ستة مش هتمشي ها؟ تعالى بقى ايه وبي؟ واحد واحد صفر 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 مش لازم تشوف بص 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 ده صفرين وده اربع اصفار تمام كده ليه؟ ده مش صح بعد كده مين؟ ايه وسيم واحد صفر واحد صفر صفر اثنين دول مع بعض بس بينهم مين؟ تمام كده؟ واحد فين واحد واثنين؟ واحد استنى لا انا سمعت حاجة غلط بعد كده بعد كده واحد زي بعض نسيت لسه متلخبط شبه بعض ولا مش شبه بعض؟ شبه بعض ولا مش شبه بعض؟ شبه بعض بالنسبة لي قانون ولا مش قانون؟ قانون ما دام النتيجة كلها واحد يبقى قانون طب لو في واحد لو كل واحد معاه صفر ما يبقاش قانون لازم كله ايه؟ بنفس الطريقة مين؟ كده بنفس كل القوانين اللي عملته تمام؟ تمام؟ تعالى نشوف اول قانون احنا كنا كاتبينه واحنا واقفين هنا، هنا كنا كاتبين كده ايه اذا وافقت اللي هنا ايه صح؟ واحد صفر واحد 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 صح؟ يبقى ده وده واحد 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 اذا وافقت اذا كان واحد صفر صفر واحد تمام كده؟ تمام ده مش قانون تمام كده؟ يبقى احنا عندنا اربع قوانين اللي عندنا اللي هم المالبون عندي ما فيش تغيير فيه انا بص اصل ما دام بعمل عمليه على نفسي على نفسي هو ده فاول قانون انا عندي كام تقرير؟ واحد ومع نفسي يا اما اعمل له واحد يا اما اعمل له اول دي تقرير طبيعي دي نفس التقرير اهو ايه او ايه؟ اديني ايه؟ طب ايه وايه؟ اديني ايه؟ ده طبيعي، بعد كده الابداع. هو سؤال، وانا لو قلت بي او سي، قلت لك سي او بي. انا بدور عليه لو واحد فيهم بيقول في كفر ايه؟ لو واحد فيهم صح يبقى كلام صح. انا لو قلت الاول ولو قلت التاني الكلام ده ما ينفعش عندي. لا. لا. يلا بقى مين هياخد درجة عمل سنة يلا يلا لا بس كل واحد عند السنة عند السنة ضيعت ضيعت ايدي ماليش دعوة انا قلت لو سكتتم انا هتستفاد ما ينفعش كده ايه اذا وافقنا اذا كان دي ده مساوي او لا مطابق بيه ما ينفعش عايزين نشوف شايفين الجدول ده؟ طب ثانية واحدة دكتور اصور الجدول ده ماشي لما الدكتور بيبعد لازم اصغرها عشان برضه اوعد ماشي؟
تعال شوف الامور ده، تعال شوف الكلام ده يا بابا تمام صح ولا غلط. واحد صفر شنو هما اثنين؟ نص اربعه اثنين، وبعد كده كام؟ واحد واحد. بعد كده ايه؟ بي. بعد كده بي ايه؟ بعد كده واحد. ممكن تعملها كده او ممكن تعملها تمام كده. احنا قلنا اذا كان فاهم غلط امتى؟ شوف الكلمات غلط ولا صح؟ مبدا بصح بوصل لغلط. تعالى بص عيني انا هنا، بدايتك ايه؟ صح. صح بدايتك ايه؟ صح. صح غلط. صح صح حد بقى بص من دمك كده صح كده. بدات بايه؟ ما تبصش. بدات بايه؟ بغلط. ما تبصش واضح ازاي؟ بدات بايه؟ بس بدات بصح بص. مش ما ينفعش اركبك السخانه اديك سندوتشاتك يا احمد وتيجي توصل الكليه وراتبك التاكسي وتقول لك روح الكليه يا احمد وتيجي ما توصلش الكليه. ما بلايستيشن ما ينفعش تمام كده؟ تعال نروح نشوف مين؟ دي لايه؟ هنا صح رايح لي صح؟ صح اللي عندي ليس ايه؟ بدات الشرط ده ايه؟ ابداعي. الشرط ده ايه؟ ليس ابداعي. تمام كده؟ بدات الشرط ده ايه؟ ابداعي. هروح ماسك ابداعي ازاي؟ اتفضل. ثلاث ده؟ انت بادئ من هنا، انت بادئ من هنا. بقول بي. بادئ بايه؟ صح. صح. مين؟ غلط. ها؟ بادئ بمين؟ وصلت لمين؟ بص انا قلت لك بادئ بغلط ما تبصش. اذا كان اذا كنت بادئ بغلط ما تبصش صح على طول. امتى بص؟ لو بادئ بغلط. صح. كده؟ او بي. ولو عايز انفي ايه وبي نفي ده مطلوب مني. تعال انفي نفي ايه نفي ايه نفي او و نفي او و نفي بي نفي نفي ايه وي او نفي. انت عايز تقول ايه كده؟ عايزين نثبتها بايه؟ الجدل. لو عايزين نثبتها بايه؟ الجدل. تمام كده؟ اديها لكم ادي ايه او بي ادي نفي ايه او بي ادي ايه نفي ايه ونفي بي. بس ركزوا معايا بقى، انا مش هعمل نفي ايه ونفي بي، هعتمد انتوا فاهمين بقى واشتغل على طول. ركزوا معايا ايه او بي عباره عن مين هنا؟ واحد صفر. فيها صفر. تعالوا بقى ركزوا معايا عشان خاطر نفي ايه؟ نفي واحد صفر و نفي بي صفر صفر وصفر صفر و صفر وصفر صفر واحد. انا بقول تعالى
نفي الواحد صفر. نفي الصفر يبقى صفر وواحد صفر. نفي الصفر واحد. نفي الواحد صفر واحد وصفر صفر. واحد كل القوانين واحد اذا وافق اذا كان اثنين. تمام كده؟ ده طبق مين؟ طبق مين؟ يبقى بقى في ده طبق ده. يبقى احنا خدنا كم ضرب؟ خدنا كم ضرب؟ كم قانون؟ أربعة. احنا خدنا لك أربعة، فدي واحد أول، أو عايز تعتبر ده واحد وده واحد يبقوا ستة، عايز تعتبرهم خمسة براحتك. أنا ما عنديش إيه مشكلة. أنا كتير من فيها إيه؟ أنا أول حاجة اسمها دلوقتي مش على السبورة. أنا دلوقتي رمزية. أنا أول حاجة اسمها يوجد. فأنا أول حاجة اسمها إيه؟ كل. جيم معناها زي اكزيست بالانجليزي يعني يوجد. اسمها فور اول يعني ايه كل. خدنا كان حاجه خدنا كان حاجه دلوقتي اثنين يوجد وكل. نفي يوجد نفي لا يوجد نفي يوجد كل ونفي كل لا يوجد تمام كده؟ بمعنى مش فاهمين كل المصريين طيبين ينفي كده؟ كل المصريين او قبل ما يتكلم على الجمله بتاعتنا لازم نعرف الاول يعني ايه استمراريه. بعد ابدا كده بحققها على الجمل اللي عندي والكلام اللي عندي. يعني ايه؟ ما تقول لي يوجد اكس بحيث دي اكس فاضي. دي معنى ايه؟ يوجد يعني دي معنى ده كل الاكس الاكس اتحقق كل التقييس اللي عندي. يبقى التقييس السودي ده متحقق لكل مين؟ لكل اكس. ده قلت يوجد. يبقى يوجد ايه؟ يبقى التقييس بي يتحقق بوجود عنصر او من اجل عنصر واحد. دي معناها ايه؟ دي اكس الاقي واحد او الاقي حاجه الاقي اكس تحقق التقييم. دي معناها كده يوجد اكس بحيث ان الاكس متحقق. دي معناها ايه؟ هنا ايه؟ كل الاكسات اللي عندي او كل العناصر تحقق التقييم او التقييم متحقق لكل مين؟ العناصر. او هنا التقييم متحقق من اجل اكس او من اجل عنصر ايه؟ اكس عنصر ايه؟ واحد. او يوجد عنصر واحد على الاقل يحقق مين؟ اكس. هل اكس بيحقق كل الناس؟ يبقى تعالى انا لو عندي كل اكس تحقق البي اكس او البي اكس تحقق كل اكس اللي عندي عايز انفيه. معنى ايه؟ يوجد اكس لا تحقق اكس لو لا تحقق الاكس. طب لو العكس؟ دي معنى ايه؟ بص كده انا بنفي مين؟ بنفي حاجتين، بنفي الاداه وبنفي مين؟ الصفه او الطفل الدقيق بتاعي. يبقى تعالى كل المصريين طيبين، تعالى نقسم ادي كل وادي كل. المصريين الاكس بتاعتهم، الطيبين الصفه بتاعتهم. تعالى بقى كده نفي الكل يوم مصريين زي ما هي طيبين. يبقى ليسوا طيبين. محدش يقول لي مش طيبين. ماشي؟ يبقى كده يوجد بعض المصريين ليسوا طيبين.
تمام 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 اشوفكم ان شاء الله المره الايه القادمه.